وهذه الأعمار في عملية توجيههم بعمليات معينة، أما عن طريق التخريب داخل الأراضي السعودية عن طريق التسلل أو عن طريق عمليات الاقتناص أو عمليات التدخل ومحاولة إيذاء رجال الأمن السعوديين. أيضا نتحدث بأن السعودية قامت طائراتها بقصف عدد من المواقع التي تحتوي على ذخيرة وعدد من الأسلحة، فهناك يعني دلالة بشكل غير مباشر بأن هذه الجماعة الحوثيين لديهم كميات من الأسلحة والذخيرة لن تأتي إلا عن طريق إما دعم خارجي أو دعم من جهات معينة أو عن طريق عمليات السرقات التي قد تحصل عليها هذه الجماعة من خلال الحرب التي تخوضها ضد السلطات اليمنية. دعني فقط ألفت الانتباه أنه في الكثير من الجماعات المسلحة يكون عمر المقاتلين في عمر صغير، وهذا ما رأيناه في الكثير من الحدود. شكرا لك حتى الساعة. كان معي محمد اليوسي من الحدود السعودية اليمنية، شكرا لك.